وعند نهاية المباراة في المباراة مستمرة. نشوف الكرة ملعوبة على مرتين، زدام يعطي كرة وصعود قاسمي وكذلك بندبكا يعطي كرة يعني دون أنه يستطيع الحارس عسل أنه يوقفها. شفنا كرة يعني كروازي أربع دقائق إضافية نفذ كما ينبغي أربع دقائق يا رفيق، في مازال وقت حفيظ مازا، مازال أربع دقائق أمام التشكيلتين. نعم رفيق، ونظن أنه الإنذار لبن عياد.